نروح بقى للكلاس الثالث. الكلاس الثالث هيبقى نفس الباكج وورد باكج توتوريال. الكلاس اسمه هاش، هاش تيبل. ده اللي هيبقى فيه المين وهيبقى فيه بقى الشغل بتاعي. طيب احنا قلنا في الكود، احنا دلوقتي عايزين نعمل هاش تيبل. بتعمل ايه؟ هاش تيبل بتاخد الارقام من 0 لحد 19. انا انيشيالي خزنتها بالطريقه العاديه اللي هو عملت اري وب 20 مكان، خزنت فيه الارقام من 9 من 0 ل 19. طيب عايز بقى اعمل ايه؟ عايز انفذ بقى هاش تيبل على الكلام ده، يعني عايز اخزنها في اري فيه 5 بوزيشنز بس. فروحت مخز رحت عامل اري جديد اسمه ARR، وخليته في 5 اماكن، بس ال5 اماكن دول بقى مش بتخزن فيهم انتجرز، بتخزن فيهم نودز. ليه؟ لان انا عايز كل مكان من ال5 اماكن دول يتخزن فيها الهيد بتاع اللينكد ليست. تمام. طيب هعمل كام لينكد ليست؟ هعمل 5 لينكد ليست. بعملها ازاي؟ لينكد ليست ده اسم الكلاس. بعدين بسمي بقى، اشوف الاوبجكت اللي انا عايز اسم اوبجكت بقى على حسب ما انا عايز. فسميتها ليست 1، ليست 2، ليست 3، ليست 4، ليست 5. وبعدين عملت نيو عشان يكريت الاوبجكت، ولينكد ليست اسم الكونستراكتور بتاعي، والبراكت فاضي عشان هو الديفولت كونستراكتور يعني. طيب وبعدين رحت واخد، انا دلوقتي عملت اري ب5 اماكن بيخزن نودز، وقلت هخزن فيه الهيدز بتاعت اللينكد ليست، ورحت رايح عامل اللينكد ليست مسميهم ليست 1 الى اخره. طب بعدين بقى عايز اخد المكان الاول اخزن فيه الهيد بتاعت اللينكد ليست الاولانيه، المكان الثاني اخزن فيه الهيد بتاع الليست بتاع اللينكد ليست الثانيه. فهعمل ايه؟ هعمل اري اوف زيرو، اول مكان في الاري خزن لي فيه الهيد بتاعت الليست الاولانيه، اللينكد ليست الاولانيه، المكان الثاني خزن لي فيه الهيد بتاع اللينكد ليست الثاني. تمام. طيب وبعدين هطبق الهاشنج فانكشن بتاعتي. يعني ايه هطبق الهاشنج فانكشن بتاعتي؟ الهاشنج فانكشن بتاعتي هنا هتبقى ايه؟ هتبقى موديلو السايز بتاع الاري. السايز بتاع الاري كام؟ 5 اماكن، السايز بتاعه 5. طيب هعمل فور لوب، و في بس ايرور عشان انا كنت عاملها انسرشن، غيرتها خليتها انسرت، فهنصلح الموضوع ده. عايز بس ابدا اسجل فيديو يدي ايرورز على طول. طيب هنعمل فول لوب. انا دلوقتي عايز اساين كل فاليو من الفاليوز دي لمكان محدد بقى في الاري الجديد اللي انا عملته، فهعمل فول لوب اعدي عليهم كلهم. ففور انت اي ايكوال 0 اي ليس ذان 20، يعني هيمشي من اي ب 0 لحد اي 19 كل مره ستيب 1 يزود 1. تمام. يعني فيمشي 0 1 2 وهكذا. طيب عايز اشوف ده دلوقتي انا هاخد الرقم ده اخزنه في اول اندكس ولا في تاني اندكس ولا في... عايز احدد الاندكس. عايز احدد الاندكس بعمل ايه؟ بطبق الهاشنج فانكشن. باخد اكس اوف اي دي بتعبر بقى عن الكرنت اليمنت اللي انا بتعامل معاه، بعمل لي موديل وبعمل له هاشنج فانكشن اللي هي الموديل للسايز بتاع الاري اللي هي 5، واشوف الناتج هيطلع حاجه من 5، يا اما 0 يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3 يا اما 4. عرفت منين؟ ده عشان دول الانديسيز بتاعت الاري بتاعي. تمام. لو السايز 5 يبقى الانديسيز من 0 ل 4، فالناتج بتاع الفانكشن الهاشنج فانكشن هيبقى يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4. لو هو 1، لو هو 0 قصدي، هبقى انا عايز ايه؟ هبقى انا عايز اعمل انسيرت للاليمنت ده فين؟ في اول ليست اللي هي ايه؟ اللي هي اللي الهيد بتاعها متخزن في اول مكان في الاري. طب لو طلع لي 1، لو طلع لي ناتج الهاشنج فانكشن 1، يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز انسيرت الاليمنت اللي انا بتعامل معاه ده فين؟ في الليست التانية اللي هي الهيد بتاعها موجودة في البوزيشن التاني في الاري. تمام. طيب لو انا دلوقتي جبت الاليمنت اللي انا بتعامل معاه ورحت عامل له ريميندر 5 وطلعت ب2، يبقى انا عايز اخزن فين؟ عايز اعملها، عايز اعمل لها انسرشن، عايز اعمل انسرشن للاليمنت ده فين؟ في الليست التالت اللي هي الهيد بتاعتها موجودة في المكان التالت، وهكذا. طيب ده كده الامبلمنتيشن بتاعي ببساطة يعني. طيب لو انا بقى عايز اتاكد من الكلام ده فعايز اشوف اوتبوت، فهستخدم بقى الفانكشن الثانيه اللي هي اسمها display contents. رحت عامل display للكونتنتس لليست 1 وليست 2 وليست 3 وليست 4 وليست 5. فانا متوقع ايه؟ انا دلوقتي عندي ارقام من 0 ل 19 ومتقسمين على 5 اماكن في الاري، يبقى المفروض يطلع ايه على حسب بقى المثال اللي انا كنت عامله اهو. ادي ال 19 element، ادي ال 20 element،
ادي الانديسيز اللي طلعت بعد ما طبقت الهاشنج فانكشن. فالمفروض ان انا لما اعمل مثلا ليست 1 دوت ديسبلاي كونتنتس يطلع لي الارقام دي. طب ليست 2 ديسبلاي كونتنتس يطبع لي الارقام دي. فده اللي انا عملته هنا، قلت ليست 1 دوت ديسبلاي كونتنتس. الديسبلاي كونتنتس دي بتاخد بارامتر اللي هو الليست دوت هيد، فاول مره تاخد الليست 1 دوت هيد، تاني مره تاخد الليست 2 دوت هيد وهكذا. لا عملت ران للموضوع ده اهي هيطلع لي ليست 1. يعني انا لو عملت عشان ايه، عشان متأكدين بس من الكلام اللي احنا بنكتبه. لو عملت شوية استريكس كده عشان تفرق ما بين كل ليست والتانية، وممكن لا كده كفاية. طيب لو عملت ران عشان بس نشوف الاوتبوت بشكل احسن، رحت مكبره كده، هلاقي ان هو الليست 1 فيها ايه، فيها الزيرو والخمسة والعشرة والخمستاشر، فيها الارقام اللي لما طبقت عليها الهاشنج فانكشن طلع لي الناتج زيرو اللي هو اول بوزيشن في الاري وهكذا. واحد الليست تانية فيها ايه، واحد ستة حداشر ستاشر. دي كده طريقة للimplementation بتاعة اللينكد ليست. دي طريقة من الطرق يعني الطرق اللي انا لما عملت سيرش كده لقيتها كانوا 3 طرق. دي طريقة منهم. في طريقة تانية يعني انا مش مؤمن بالافيشنسي بتاعت الطريقتين التانيين الصراحة. يعني انا هنا استفدت ايه من لما انا قسمت الاليمنتس بالطريقة دي. انا دلوقتي كنت هروح عشان الاقي اليمنت هيبقى ايه، هيبقى او اوف ان الكومبلكسيتي، تايم كومبلكسيتي هيبقى او اوف ان، تمام. انما هنا انا خليت رحت مريديوس التايم كومبلكسيتي جامد. ليه؟ لان انا مثلا معايا رقم، هعمل لي الموديل دي، هشوف الاندكس، هروح رايح مدور في اللينكد ليست اللي الهيد بتاعه موجود في الاندكس ده. فمثلا انا معايا 20 اليمنت، في الاول كنت هروح ادور في ال 20 اليمنت كلهم، لا دلوقتي انا هروح ادور في خمسه. لو انا قسمتها على خمس اماكن، اري بخمس اماكن، هروح ادور في 4 اليمنتس بس. يعني انا مجرد يعني انا مثلا قلت مثلا 11، حلو، قلت انا عايز الاقي الرقم 11 بعد ما انا خزنتها بالطريقه دي، بعد ما انا عملت الهاش تيبل، قلت عايز الاقي الرقم 11 ده فين في الهاش تيبل. هعمل ايه؟ هروح واخد ال 11 عامل لها ميدل لخمسه، هيطلع لي واحد. هروح رايح للهيد، ماسك بقى الهيد اللي في البوزيشن الثاني في الاري، وكارر اللينكد ليست. اللينكد ليست اللي لقيت الهيد بتاعها، هروح كارر بقى مدور في الاليمنتس اللي موجوده فيها. يبقى انا بدل يبقى انا كده قللت الموضوع للخمس، تمام. لو انا عملت اري بخمس اماكن، يبقى انا كده قللت التايم للخمس تقريبا. طيب بدل ما انا بدور في 20 اليمنت، لا بدور في 4 اليمنتس بس، تمام كده. الايه بقى الطريقتين التانيين، لو برضو مش هنا بنفس الطريقه دي ورحت عامل برضو نفس الهاشنج فانكشن برضو ما اتغيرتش وهكذا، هروح اسيف ايه، هروح اول مره سيف 0 وبعدين في المكان التاني في الاري هسيف 1 و2 هكذا. لما اجي بقى سيف الخمسه دي، المشكله بتبدا منين؟ لما اجي سيف الاليمنت التاني، لما اجي سيف الخمسه دي ايه اللي يحصل؟ على حسب اللي هم بيقولوه، يعني ان انا اروح ماسح الزيرو دي وكاتب مكانها الخمسه. دي اول طريقه، ان انا اروح ماسح الزيرو وكاتب. طب الزيرو كده راحت فين؟ كده ما بقتش بخزن الاليمنتس كده. يعني الموضوع مش انا ما قدرتش افهمه قوي الصراحه. لو عايزين تسيرش وتشوفوا الموضوع، يعني انا لقيت طريقه بتعمل الموضوع فاخدتها خلاص، هو ده الطريق اللي انا باخده، بس الطرق التانيه ما قدرتش اوصل فيها بالظبط هما كان قصدهم ايه. يعني فلقيت ان انا مثلا عشان أنا كل ده اصلا ده مكان واحد في الاريه فهيتخزن فيه رقم واحد، فهم مثلا اول مره بيخزنوا الزيرو، بعدين لما يجي يخزن تاني في نفس الاندكس يروح ماسح الرقم القديم، عامل له ريبليسنج، يروح ماسح الرقم القديم وحاطط الرقم الجديد. دي طريقه انا شفتها. مثلا الطريقه التانيه ان هو يروح عامل ايه، انا مثلا عندي اري فاضي ما فيهوش اليمنتس، تمام، في 5 اماكن، دول كده 5 اماكن، 1 2 3 4 5 في كوما زيد. طيب فهو يروح جاي هيروح يعمل ايه، هيروح جاي مثلا حاطط زيرو، بعدين مثلا لما يجي الخمسة هيجي يحطها هنا يلاقي في اليمنت، يروح مدور على اقرب مكان بعد الاندكس بتاعه فاضي،
ايه اقرب مكان بعد الاندكس بتاعه فاضي؟ فنفترض ان ترتيب الارقام مثلا 0 وبعدين 4 وبعدين 5 مثلا، هو عايز يعمل انسيرشن ل 0 وبعدين 4 بعدين 5، تمام؟ فهيروح حاطط الزيرو هنا ما فيهاش مشاكل، بعدين الاربعه حطيتها في اخر حاجه ما فيهاش مشاكل، هيجي انسيرت الخمسه هيلاقي الزيرو موجوده اصلا، هيروح عامل ايه؟ هيروح رايح للبوزيشن اللي بعديه فاضي يحطه. فلنفترض ان هنا كان في 11 مثلا، هيلاقي هو كان جه هنا ما لهوش فاضي، راح رايح اللي بعده ما لهوش فاضي، راح رايح لل بعده لقاه فاضي، راح حاططها هنا. وده الموضوع يعني حاسس الموضوع مش منظم قوي، يعني انا ما اقدرش افهم الصراحه. طب انا عايز اجيب اليمنت دلوقتي هروح اجيبه ازاي؟ ولو الموضوع بقى كومبلكس اكتر من كده، مش بعدد الارقام دي بس، ارقام اكتر، الدنيا تمشي ازاي؟ انا ما قدرتش افهم الصراحه. فدي الطريقه اللي انا طبقتها دي، هي دي الطريقه اللي انا قدرت افهمها تمام كده، وقدرت اطبقها بالكود. يعني الباقي انا فاهم، بس انا ما اقدرش اطبق بالكود اللي هم بيقولوه ده، انما دي اقدر اطبق بالكود، واقدر لو عايز اجيب اليمنت معين في الهاش تيبل اروح اجيبه، اعرف الاندكس بتاعه فين، اروح اجيبه عادي جدا. بس كده، هو ده كده نهاية الفيديو.